FM. الكلمة ليك. L'invité du jour. L'invité du jour. ضيفنا عبد الحميد الجلاسي القيادي بحركتنا. اهلا مرحبا بك. صباح الخير. اهلا مرحبا بكم. عسلامتكم. شو احوالك؟ لاباس؟ اليوم فما شوي شتاء. اي فما انقلاب على مستوى المناخ. زين ما نقدرش لا نتصور الامور تحت السيطرة. واستحدين جورشي بينصر في المحاورة معنا. لكن قبل ما نبدأ الحوار متاعنا على المسألة السياسية والحركة في الحقيقة باش نعطيكم مخبر تعلقوا عليه في الديبيو متاع الحوار متاعنا. صيحة فزاعة من زميل اختصاصي في التبنيج والإنعاش، هذا داير برشا على صفحات الاجتماعية، يقول أعوان المركز الوطني لنقل الدم بتونس مضربون هذا اليوم ويرفضون التبرع بالدم حتى لحالات مستعجلة لمرضى في وضعية طبية حرجة جدا. هم يطالبون بمنحة العيد ويجعلون من مرضانا رهائن على حسب كلامه. ماذا لو كان المريض أحد أفراد عائلتهم؟ لما هذه الطرق القاسية في الطلبات المادية؟ هل هكذا فهموا حرية التعبير والحرية السياسية؟ نحن مفحمون إزاء هذا الإضراب وننتظر موقفا مسؤولا من القيادات النقابية التي لا يمكن أن تزكي هذه التصرفات الخطيرة إن رامت تجنب كل شرعية في أعيننا. لحسن الحظ يواصل بنك الدم العسكري عمله وهو ما سمح لنا بإنقاذ مريضة. كل شرف لعسكريين لحس المسؤولية لديهم. هذا عماد عيسى طبيب ومبنج. هذه صيحة فزع جنب الطبيب. سي عبد الحميد شو تعليقك؟ اولا انا بصراحه ما نعلقش على الاخبار نتاع الفيسبوك. مش فيسبوك لا، هي راهو تيمونياج. اذا كان شهاده من واحد ياخذها. لكن انا ثم حاجه قاعد نشوفها اللي غالطه في البلاد نتاعنا. واحد يحتج يشد لنا الاعداد نتاع تلامذه، الاخر ما يقول انا ما نقريش، الاخر يشد الدم، الاخر يقول ما نعملوش كذا. انا في بالي يجب ان نفرق ما بين الحق معناها في المطلبيه وغير ما هذاك الكل حق، ثم اشياء اساسيه في الحياة اللي ما لازمش منها تتعطل ما بين هذا وهذا. لازم نقولها. وإذا كان الموضوع هذا منا موجود منا بالفعل في بالي منا لازم نعقل يدخل منا. إيش شفتوا معناتها الدم ونحكيه على بنك الدم؟ أنا كنت نحكي لك أنا هنا الأخ. فمش فرق بين الأرقام وبين الكواليتي. الأعداد معناها يقول معناها أنا متاعي أنا، الأخر يقول أنا ما نقريكش، الأخر يقول كذا. أنا في بالي لازم نفرقوا ما بين الحق في الاحتجاج والحق في المطالبة، وهذا حق مشروع ودستوري وإنساني وأخلاقي، وما بين زادة كيف ثم مرافق ما لازم تتعثر، وخاصة وقت اللي يتعلق بالحياة. حتى في العمل النقابي في العالم وقت الناس باش تقرر تعمل إضراب أو تعمل اعتصام ثم ضوابط، ثم أشياء ما يلزمش يتجاوزوها، وإذا كان تجاوزوها يوليو تحملوا مسؤولية قانونية. ثم معنى حياة متاع ناس، ثم حياة المؤسسة نفسها مهددة بالإفلاس أو الانهيار. دونك التحرك النقابي الاحتجاجي عنده معناها مجموعة من الضوابط التي على النقابين أو على المحتجين أنهم يتقيدوا بها. الآن المقتين تيجي تقول لي حتى باش ناخذ دم باش ننقذ حياة بشرية، لو لا قدر الله يموت حد يتحملوا مسؤولية هؤلاء. فبالتالي من حقهم باش يحتجوا، حقهم باش يطالب منحة عيد ولا بأي منحة يشوفوها، لكن معناها ما يلزمش يتجاوزوا خطوط حمراء. خطوط حمراء تحكم مهنتهم وتحكم معناها علاقتهم بالدولة وعلاقتهم بالناس. سي سلاح سي عبد الحميد الجلاسي مرحبا. تو ندخل في موضوع الحوار. متى يحسم مصير الشهد؟ سؤال الناس الكل تسأله، أطراف سياسية، مجتمع مدني، مواطنين، إعلام، متى يحسم مصير الشاهد؟ وهل انه مصير الشاهد معناتها الى هذا الحد معناتها يعرقل ويعطل الحياه السياسيه في تونس؟ والله انا الحقيقه هو طرح السؤال بالطريقه هذه ان اعتبره مؤذنين جميعا. ما يحسم انا ولا عبء علينا من الشاهد وكل شيء. وقتاش مش نتخلصوا منه اللي باش نعمله؟ لا مش كشخص، نحكيو على المصير بتاع رئيس الحكومه. لا 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 انا فهم. انا على كل ثم زوج جوانب نعتبرهم انا ايجابيه. الجانب الاول انه يبدو لي فيما نقرأ من سلوك السيد رئيس الحكومة كان يقول الحكومة قاعد تخدم على روحها، ثم نقاشات ما تعطل، ما لازمش لا تتعطل وخاطر ثم نقاشات. الحكومة قاعد تخدم على روحها. ذكرني هذا بطريقة ما في خريف معناها 2013 ثم حوار وطني ماشي وثم حكومة ماشية وقالت لما
اطراف الحوار الوطني تتفقوا الحكومه راهي معناها مصيره معناها بيديكم، دونك ثم نسبيا المرفق العمومي متواصل. وبطبيعه الحال نقول نسبيا. الجانب الثاني الجانب السياسي اللي هو متعارق معناها وكل شيء، لكن يبدو لي ثم اصوات عقلانيه. الناس كل كانت تقول اللي صار نهار 28 ماي صار معناها إيقاف مؤقت للحوار اللي لازم يتواصل، وأنه نحن ما عندناش حتى خيار آخر غير الحوار، لأنه خيارات المغالبة بهذه الجهة أو تلك رأي هذه مضرة من البلاد. لكن مع هذا الموضوع طوالي ياسر، أنا نحن توك تقريبا من شهر فيه، وهذا قلب السؤال يعني نعم. علاش طويل الموضوع؟ نحن توك تقريبا من شهر فيفري ونحن قاعدين حكومة تمشي حكومة تمشيش، هذا مضر للحكومة مضر للوزراء ومعطل للإدارة اللي الناس معناها ما تخدمش معناها على روحهم. أنا آمل أن الموضوع هذا ننتهي منه بعد العيد مباشرة. مضر ياسر ببلادنا، بسمعتنا، بعلاقاتنا مع المتعاملين معنا وحتى باللاجندار الوطنية، هذا كل كي مضر. أنا آمل أنه بطريقة أو بأخرى، سواء كان في الفورما متاع الحوار متاع قرطاج أو بطريقة ما، خلينا نتفق نشوفوا زوج سيناريوهات ممكنة، اللي معناها متاع تعديلات في ضوء مرجعية معينة اللي هي مواصلة السيد من الشاهد، لكن بتعاقدات جديدة وبمتابعة وبمرافقة وبمحاسبة باتجاه الانتخابات بتاع 2019، أو نقول شكون واحد البديل هذا وينجم يعمل ولا لا. ولكن أيضا حتى إذا كان ثم بديل ما لازمش الأطراف اللي جابات وبعدكش تبتزوا في مفاوضات اجتماعية ونجد أنفسنا نحن بعد 14 أشهر نقول والله يا هو السيد الرئيس الحكومة الجديد فشل كما فشل السيد حبيب السيد وفشل كما فشل معنا السيد يوسف الشاهد. أنا لست مع سيناريوهات والآليات متاع أكباش الفداء، نفشلوا جميعا ثم بعد ذلك نجوا ثم واجه. هو صار مع حبيب السيد كبش الفداء، أي صار يعني كيف صار وقدم الناس الكل مرأة الجميع وفي مجلس نواب الشعب، كيف صار نحن نامن باش ما يصيرش كل مرة نخسروا راجل منا في البلاد، وخاصة نخسروا أخلاق، وخاصة نتفصوا من المسؤولية متاعنا. دائما رئيس الحكومة عنده مسؤولية، لكن في تقديرنا مش مسؤوليته فقط، لكن اللي نعمله في حركة النهضة باش هالموضوع هذا يمشي ولا ما يمشيش، سيشاد ولا غير سيشاد، نعمله باش الموضوع هذا منا ينتهي، ونعمل أيضا باش المؤسسات الدستورية تأخذ صلاحيات متاعها، ما نبقوش نلعبوا معنا بالبلاد متاعنا. يعني بمعنى السيد رئيس الجمهورية بون شاف الناس كل كي معناها لازم يعطي إجابة في الموضوع هذا، قال لك أنا حكم وما ندخلش أنا في الموضوع هذا، أنتم جماعتكم مش تحكيوا مع بعضكم. إذا كان تم الطريقة هذه المبادرة متاع الرئيس، وأنا صغيرة أنا فمش نشو أنا أو ثلاث خيارات، أنا فمش نشو الأطراف اللي كانت موجودة كل كي كل أيضا حسب موقعه ودوره، هذه نحب نسطر عليها. لازم نفرق ما بين حزب سياسي الناس انتخبت باش يحكم ومنظمة اجتماعية عنده دور وكل شيء، لكن حتى حد ما عنده فيتو، أنا فهمش نجو مع بعض نتفق وكل شيء، وما لازمش واحد يقول لي هاو ثم 13 طرف وغير من طرف 13 طرف في نجم يكونوا حتى 50 طرف، لكن في الوزن السياسي الانتخابي في وضع ديمقراطي ما مش نفس الشيء راه. دونك أنا فهمش نجو نتقابلوا بالفورمولا هذيك ونتفقوا على حاجة، وخاصة تعاقدات وخاصة إرادة. مشكلة البلاد اليوم ماهيش في البرنامج، مشكلة البلاد عندها مدة في الإرادة الإصلاحية، ناس مستعدة لإصلاحات ولا ومستعدة باش تقدم نصيبة من التضحيات أو لا. إذا كان بالطريقة هذه تو نجم نقدم، إذا كان الفورميلا هذه ما مشاتش ثم فورميلا أخرى، سيد رئيس الجمهورية السيد على الطرف اللي راها أكثر تمثيلية معناتها حسين عبد الحميد، خلينا نفهم هنا، معناتها انتم مع خروج المنظمات الاجتماعيه من الحوار، معناتها بما انها لا تمثل تمثيليه انتخابيه، المنظمات الاجتماعيه ماهيش منظمات سياسيه وليست احزاب سياسيه، وانت قلت ديجا الكلام هذايا وكانه استفشفيت من كلامك انه لا يمكن ان تلعب دور سياسي او تلعب دور فيتو المنظمات الاجتماعيه. حتى الطرف ما عنده حق في الفيتو. اي حتى الطرف. اي ولكن اش معناتها انه فورميول جديده للحوار؟ لاني قلت ثم الفورمولا الأولانية هذيك هي هذه الخيار تو بيدرس الجمهورية، خليني نتفق على حاجة. أما فيقول هذه سباس النجم مزال الناس نجتمع مع بعضنا ونوصل لاتفاق، قبل هذا لابد من تحسس في الموضوع هذا. إذا كان نلقوا الفورمولا هذه اللي هي فورمولا راهي ما نتعرف
ليست تعويضا، لازم لا تعوض لا رئاسة الجمهورية ولا تعوض البرلمان. إذا كان نلقوا الفورميلا دي ما تمشيش، ثم الأطراف الوازنة انتخابيا والأطراف الوازنة اجتماعيا بمشاورات ثنائية، ثم السيد رئيس الجمهورية يأخذ أحد الخيارين. أنفا باش يقول الليل لأن الحوارات هذه كي ما وصلناش اللي متفقين فيه لكم ما نتواصل على روح، وإلا هو يأخذ الصلاحيات الدستورية نتاعو وحيل الأمر إلى البرلمان. أنتم مثلا حاولتوا أنكم تحتويوا الاتحاد العام للشغل، وقعت لقاءات على مستوى عالي بسي طبوبي، معناها أنتم توصلتوا إلى نتيجة، لأن الاتحاد عنصر أساسي، والاتحاد قال من خلال الأمين العام بأنه بما أنه رئيس الدولة أوقف مسار قرطاج 2 فهو لم يعد ملزما بأي شيء عن هذا الإطار. من وصلتوا في هذا السياق؟ أنا مش قولك نحن اتصالاتنا مازالت مستمرة وستستمر قبل إيقاف مفاوضات قرطاج 2 وبعد مفاوضات قرطاج 2، ونعتبره اللي في المفاوضات السياسية ما ثمش نهار اللي هي تقول أنت نهاية العالم. أنا علقت مباشرة نهار 28 ماي قلت إنه فو باباني كيرا وفي المفاوضات روي نجم يجي لحظة من لحظات نسكر الباب، ولكن بعدك شمنا تخدم القنوات الموازية ونسترجع لبعضها. وفي تونس رانا تجار والتجار وما يسكرش الباب، ما دائما ما يلقى ثم حلول. اللي لازم نتفق فيه هو شيء أساسي، هذا الموضوع دائما لازموش يزدور، لازم يوفى. كيف يشوف هذا هو أنا قلت كيف أشوف. لا أحد يشكك في الدور معنا متاع المنظمات الاجتماعية في البلد متاعنا، ودورها الوطني مش فقط الدور متاعها. ليه تمهيدي عبد الحميد اعطيني ماذا شيء. تريدون لا 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 لا, لا ما مش نبقى بصراحة معنا مش قولك مش قولك نعم ردوا لي يزي البلاد معطلة يزي لشكون تقولها؟ لا نقولها للسياسيين كلك والناس كلك نقول إلي الموضوع هذا لا منا هذا لازم ماكسيموم في تقدير جمعة بعد العيد لازم الموضوع هذا ينتهي باش ينتهي لازم حد أدنى من التوافق أي أو خذ لا مش بالضرورة لا التوافق معناه يعني مش بالضرورة إجماع يعني نحن مش نشوف كان لقينا ثم توافق لقينا توافق كان ما لقيناش توافق رئيس الجمهورية والذي يقرر وعنده ثم زوز مسالك باش يقرر فيهم والاثنين دستوريين والاثنين سياسيين أنفا باش يقولوا الأطراف الأساسية هذه ما اتفقتش عندنا ثم حكومة ما عادش عندنا وقت نزل عندنا صافي العمل 10 شهور يعني معناها ما بين سبتمبر حتى الخريف معناها نتاع 2019 دونك معناها عندنا تقريبا عام وكل شيء ما لازمناش نسكروا الدوسي هذا والأطراف هذه هنا اللي اتفقنا فيها 63 نقطة لحكومة تاخذ منها أوجدنا نوع من المزاج العام بيناتنا للأسف ما صحناش في وثيقة البلاد تنجم تتقدم هل تطلبون تسريع أما فيقول لك ولا يقول السيد رئيس الجمهورية لا الموضوع بالنسبة لنا شفت لهذه الحكومة مش ممكن باش توصل يمشي ينطلق في الإجراءات الدستورية عن طريق البرلمان إيه لكن هنا راهو تقميرة باللغه باللهجه الدارجه نتاعي في بالك اللي انا مانيش رئيس الجمهوريه انا تو انت تقول لي الموضوع هذا كيفاش يتحل لا لا فهمتك اما انك ترمي الكره لرئيس الجمهوريه وهو الذي يطلب معناتها من البرلمان وكذا معناتها كانه معناتها هنا في مسؤوليه على عاتقه لا مسؤوليه على عاتقه باعتبار رئيس الجمهوريه انا قلت اللي ثم عندنا دوفوا خليني نزيد الخص ثم الطريق السياسي إذا كان لقينا ما استشفينا اللي بعد الصدمة متاع نقول الصدمة متاع 28 ماي الناس كل واحد رجع روحه ومش تبحث منا على حلول وغيرهم وبطريقة منا سياسية نمشوا الحل إذا كان على الطريق هذا الطريق السياسي نمشوا الطريق القانوني والطريق السياسي وأنا أراه ونحن في النظر نراه هو الأفضل والرأي اللي نجموا نلقوا حلول اذا كان مشينا الشيء هذا يبقى الطريق الدستوري الطريق الدستوري نحكي عليه بعد الاخبار معك عبد الحميد اجلسي نرجع مرحبا بك مره اخرى وقبل الاخبار حكينا حول المسار السياسي وتعطل المسار السياسي وخيالته رئيس الجمهورية بين أمرين وحكيت عليهم من قبل الأخبار وقلت أنه زاد كيف لازم نلقاو فورميول في الحوار أنه منظمات اجتماعية تبدأ في اختصاصها وتلعب دور متاحها الأساسي والأطراف الممثلة حزبيا أو انتخابيا زاد كيف تلعب دورها الأساسي هذا ملخص قبل الأخبار بعد الأخبار حب نحكي معك عن المسار القانوني الدستوري
يعني انت قلت انه نجم رئيس الجمهوريه يمشي للمسار الدستوري ويتجه نحو البرلمان، انتم في البرلمان ماذا ستفعلوا؟ كيف معناتها كيفاش باش تلعبوا دوركم في البرلمان؟ دعم الشاهد، عدم سحب الثقه من الشاهد، يعني الكره بين يديكم وقت زاد كيف البرلمان. انا خليني ندقق شويه، انا ما قلتش انا خيرت رئيس ميموري، قلت السيد رئيس ميموري وهو يعرف الصلاحيات نتاعه، مانيش باش ندبر عليها. اي ما عنده امر، انت اقترحت عليه زوز بالنسبه لي انا اللي ثابت عندي هالموضوع هذا ما لازمش يبقى يكركر. واضح وفا خذا الوقت المطلوب، الاداره معطله ومسارحنا معطله وموش فيها مش كون يحكم، دونك في كيفاش ينتهي ثم مسار سياسي ورا السيد رئيس الجمهوريه بلد صارت نتاع الثنائيه وغيره، يقول يندرى مازالت الفورمول هذه نتاع قرطاج اثنين سابي فونكسيوني ولا لا؟ اذا كان سابي فونكسيوني خلينا نشوفه، اذا كان سان بيبا فونكسيوني حبس الموضوع هذا، وان ثم دستور وان ثم صلاحيات والسيد رئيس الجمهوريه ينجم يلجا لاي طريقه من الطرق اللي يحبها. كما انه السيد رئيس الجمهوريه يقول بون انا استشفيت ما عنديش معناها ثم خيارات، واصل سي يوسف الشاهد الخدمه نتاعك انت حتى الانتخابات غاديك وتو التوانسه معناها يحكم عليك الى اخره. يعني على مستوى البرلمان، على مستوى البرلمان احنا مازلنا ما ناقشناش، احنا مازلنا ما ناقشناش، يعني نحن مازلنا باقي نفضلوا المسار السياسي ومستعدين للشيء هذا، وقاعدين نتصلوا وقاعدين نحاولوا ونلقوا فورميل، علما واني ما قلتش فقط كان المنظمات الوطنية تخدم خدمة له، أنا نقول حتى الحزب السياسي، الحزب السياسي أنا نحب نقول الحزب اللي يجي الأول في الانتخابات يجب أن يتصرف بمقتضى ذلك. فارق ما بين حزب في المعارضة ولا حزب صغير كما الحزب ما عندوش حتى مسؤولية، النهار اللي يولي حزب كبير عرس ولا عنده مرأة وعنده صغيرات وكذا لازم يتولي بهم، يعني بالتالي كل واحد لازم يخدم الخدمة نتاعه. المنظمات عندها دور وطني ودور مركزي، دور رئيسي كما قلنا، وحتى حد كما قلت ما عنده منا فيتو منا على غيره، ولا احزاب سياسيه حسب اوزانها ايضا لازم تتحمل مسؤوليه نتاعها وتحذر من ان تتفصى من مسؤولياتها. وقت اللي انا نقصر في حركه النهضه نقول ان احنا عندنا 7 سنين تو كيما انا في الحكم ونقول ثم التوانسه متخلقين وثم ضعف في الانجاز، ما نجمش نقول اللي انا والله راني خاطيني، لازم نقول اللي انا راني. لكن سي عبد الحميد يقول لك حكومه الوحده الوطنيه هي عنوان للتفصي من المسؤوليه، هكا باش يقولوا، يقول لك القالب بتاع حكومه الوحده الوطنيه ووثيقه قرطاج لا احد يسائل في الـ في الـ في هذه الحكومه، لا احد يسائل، لا ما هو ثم استاذ اسئله. كيفاش؟ السؤال الاول يا اخي انتم الحساب هذه ماك وافقت على حكومه الوحده الوطنيه ولا ماك وافقت عليها؟ دونك انت من الاول كنت نجم تقول لا سي لا وحده وطنيه ولا عمر بزور، ثم انتخابات اعطتني انا الحزب الاول نحكم على روحي، ولا اعطيت انا الحزب الاول وحزب ثاني مش نخدموا بالفورميلا هذيا، وبعد هيك منظمات تحب تحتاج على روحها تحتاج، معارضه تخدم على روحها تخدم على روحها، يعني انت قبلتها ما تفرضوش عليك من فوق اولا، ثانيا حتى حكومه الوحده الوطنيه ماهيش موجوده الاطراف الكل كي بنفس التمثيليه، يعني المقصود السياسه هي ايضا شفافيه وهي ايضا اخلاق، وقت اللي تبدا انت في موقع معين لا يمكن في وقت من الاوقات باش تتفصى، ما نقولش من تتحمل انت كل مسؤوليه، ما نقول على الاقل نصيبك من المسؤوليه. نرجع بالنسبه اذا كان اختار السيد، نحن اللي نعادوا به التوانسه ماناش مش نكون عنصر بلوكاج، إذا كان مشانا في مسار سياسي وفقا لتقديرنا للمسرح وفقا أيضا كل واحد يخدم الخدمة نتاعه هو. إذا تفصل منه أما على مستوى الدستوري طب. إذا كان على مستوى الدستوري بالنسبة لنا احنا مش نناقش الوضعية نتاعنا، نحن مش نشوفوا بعدك، مازلنا عندنا كتلتنا، عندنا مشورة نتاعنا، عندنا مؤسساتنا. أكيد عندكم بوصلة معناتها ماشي في جهة معينة. بوصلتنا هي ما نعطلوش البلاد. فقط هذا هو العنوان في التفاصيل. اما كيفاش تستخدم البلوكاج مش ما تعطلش البلاد سي عبد الحميد. من المصالح اللي تدافعوا عليها سواء كمصالح حركه او مصالح البلاد حسب تصوركم. انا حقيقه حبيت ننتقل شويه بالحوار الى مجال اخر. وهي انه الان كثر الحديث حول التدخلات الخارجيه. وكان جزء هام من اللعبه السياسيه الداخليه فهمتني هي مرتبطه
بهذه الأطراف الدولية، وأنتم بالذات معنيين بشكل أساسي في هذا الصراع. يقولوا قاعد يتقال بشكل واضح أنه معناها الإمارات والسعودية يريدون إزاحة حركة النهضة بأي وسيلة من الوسائل، وذلك عشان قاعد تكثر إشاعات في هذا الاتجاه وأخبار غير مؤكدة. الموضوع هذا كيفاش تنظروا له، وخاصة أنه حتى اليوم برهان بسيد في يقول بأنه معناها الأخبار اللي قاعدة تروج حول ما يسمي بمحاولة الانقلاب تروج فيها مواقع إلكترونية قريبة من حركة النهضة. على كل الاسم تاع الجورناليست، على كل أنا في شخصي كتب التدوينات في حول الموضوع هذا، وأعتبر أنه الملف التونسي وقت اللي تقارنوا في المنطقة من أكثر الملفات بساطة، وبرسك أشك أن أقول أن المعادلة التونسية هي معادلة بسيطة وفي جوهرها وفي أغلبها معادلة تونسية تونسية. الأطراف الدولية الأكثر نفوذ اللي موش معانا موش يضدنا، الحقيقة اللي معانا ما عطانا شيء، وأيامنا برشا أنه تكون ثمانيس ماشي ضدنا، مش لخاطر يحبونا، لا لخاطر ما منشغلين بقضايا كبيرة بمواطن أخرى متاع رهانات أخرى بما يتعلق بالوضع الإقليمي. تونس عندها ميزة بعيدة على سرة العالم، سرة العالم هي الشرق الأوسط، المصالح اقتصادية كبيرة ووجود منا فلسطين منا هناك. أن تكون ثم بلدان متقلقة من الديمقراطية التونسية، أن تكون ثم بلدان متقلقة من وجود حركة النهضة في الموضوع هذا ربما، لكن الموضوع الحالي في السياسة إيش نجم تعمل في الوقت راه؟ حتى الدول هذه اللي يشيروا لها منا كثيرون يشيروا لها، أنا في تقديري منا مهتمة ب مناطق متاع صراعات أخرى أكبر من الاهتمام من بتاع تونس. ثم أيضا أنا في بالي ثم ناس اللي عندها من العقلانية حتى لدى الحكومات المشار إليها هذه باش ما يحاولوش يستعدوا تونس. تونس اليوم رأي وضع ديمقراطي، ثم إرادة متاع شعب، ما نصورش واحد عنده من الحكمة باش يستعدى منها تونس. وأيضا حركة النهضة هي في الموضوع الصراعات الإقليمية والدولية تقول أنا ما نحبش ندخل تونس في الاستفافات، وهذا اتضح حتى من قضايا متاع الحصار اللي تم حول قطر ولا غيرها من وقت معين. بالتالي انا نقول اللي ثم برشا كلام نحب نسب، نحب نقول اللي في 7 سنوات هذه الماضيه ربما ثم كثير من الاشياء ما عملناهاش، لكن ثم كثير من الاشياء عملناها، ولت عنا ديمقراطيه، ولت عنا شفافيه. انا ما عادش خايف بوضوح المؤسسات السياديه في الدوله وخاصة المؤسسة العسكرية، أنا أتمينها مؤسسة وطنية كبيرة. ثم كلام يتقال من أنه هنا الصحافة الفرنساوية خدم خدمة معينة قبل الثورة، ساعتها ما كناش يمنى ياسر في الدقة متاع الأخبار. سمحت عبد الحميد كان مرجع لا اعتبر مرجع وقت كتب حكيمة قرطاج، واعتبر الكتاب كمرجع والناس كل تستدل به وتستشهد به في حوارات بلاتوات إذاعية وتلفزية. والآن عندما يخرج كلام خطير من نفس الكاتب معناتها يتم شيطنته، يقول هذا مشريين ومبيوع وكذا والأطراف السياسية، شنو رأيك في الموضوع؟ لا أنا ما نحبش ندخل فكل أما فأبيض لك الدنيا أخسر. في 2010 أو 2009 أو 2008 الناس ما نظرتش في المنهجية العلمية متاع الكتاب، نظرت اللي ثم تابو تكسر، ثم حاجة لازم عملها باش نرد في الآن نحن في وضع جديد يا سيدي، ثم انقلاب. سؤال، نحن عنا ثقة في مؤسستنا القضائية ولا عنا ثقة في السيد رئيس الجمهورية ولا عنا ثقة في السيد رئيس الحكومة؟ هل ثقة مطلقة يا عبد الحميد؟ لا مش مطلقة. هل فما حاجة مطلقة في اليوم؟ لكن هذه رأي حديث على انقلاب، رو مش حديث على واحد حب يعمل اضطراب ولا يتمرد على عرف ولا كذا. طبعا احنا من الكلام اللي التوانسة كلك يسمعوا به منذ مدة اللي ثم عدم انسجام ما بين السيد رئيس الحكومة وبعض الوزراء متاعه، هذا كلك يبقى حتى في الوضع الديمقراطي. اما حديث على انقلاب وتواطئ مع جهات استخباراتية اجنبية
يعني نحن انا نجم نكون راكد اصبحنا القروحي في الحبس دخلوا لي منا ثلاثه نتاع الصباح اجمع قال لي راهو سي انسى انتخابات 11 وانسى الثوره وانسى كذا راهو بين رقم واحد راهو مساله ماهيش بسيطه. طالما انا عندي ثقه في ان اقطعنا اشياء وعندي ثقه في المؤسسه هذول الا انا نقول انه مؤسسه الدوله تخادعني. انا ما نحبش نوصل للشيء هذا. وانا الخشيه نتاعي هذا نحب نرجع للموضوع الخشيه نتاعي توا وضعنا الحزبي فيها اقدار من الهشاشه الحقيقه. تولي ثم صراعات نتاع نفوذ وتولي لوبيات وتسريب وتسريب مضاد الى اخره وتخلي الناس في وضعيه نتاع غموض. انا وجهة نظر نتاعي نقول لي يا زينب للعب وثم اعراض نتاع ناس رو واحد فارق ما بين منا ثم مسؤول وزير امس كان منا حامينا نحن نجي اليوم نقول اللي راهو هذا بيوع وراهو كذا. نرجع لك ردوا بالكم ثم عرض نرجع لك الموضوع بعد الفصل. نعم. نحكيه على الكاتب او الصحفي نيكولا بو وما خرجوا من مقال حول فرضيه انقلاب في تونس وحكي على لقاء جربة مع لطفي ابراهيم وكذا. لكن المعطيات تقول سي عبد الحميد انه الوزير لطفي ابراهيم كان معناتها مش راضيين به حركه النهضه وكان فما توتر مع حركه النهضه في علاقه بالوزير الداخليه لطفي ابراهيم. والامارات والسعوديه عندما يلتقيوا بلطفي ابراهيم في السعوديه وعندما يلتقي مدير المخابرات اذا كان صح الكلام لنيكولا بو في جربه ويعقد معهم اجتماع هذا ماذا يعني؟ هل فما قرار انه يتم الاطاحه بالاسلام السياسي في تونس كاخر قلعه من القلاع الاسلامي السياسي؟ على كلنا نيكولا بو اللي حاجوا به حصل لي ولا في السنتر معناها نتاع الدباء وكل شيء والمقالات نتاعو مش تقرا والكتاب الجاي نتاعو انا متاكد انه مش هذا اللي عنده حتى غازي الجريبي زاد مهتم به مبيعات كبيره وقال سندرس المعطيات بجديه وزير العدل الحالي ووزير الداخليه بجديه. اي لا في بالي خليني مش نقول لك انا لا اتصور دوله من الدول قادرة ولا من مصلحتها باش منها تواجه من الشعب عمل ثورة ولا عند الديمقراطية. أنا عندي ثقة في المؤسسة العسكرية التونسية والمؤسسة الأمنية التونسية تحقق في تقدم كبير ياسر والرأي العام التونسي متغشش على برشا حوايج ولكن حريص على ديمقراطيته وقاعد نشوف في توزيع أوراق المدة هذه مليح ولا ثم الفرز ما عاد شكل الفرز الايديولوجي ولا شكون مع الديمقراطيه وشكون اللي ضد الديمقراطيه فرز حقيقي وخارق العاده. اش مقصود بالنسبه لي و بعض خيان يقولوا لي انتم ما عندكم مشكله مع السي لطفي معنا مشكله مع حتى حد. جا وزير تم التسكيل في مجلس النواب تعاملنا معهم بكل مسؤوليه يعطيها الصحه ولكن حتى على افتراض انا يكون عندك اختلاف فارق ما بين واحد نقول والله عندي اختلاف معاه والاداء نتاعه خايب ما بين نقول اللي راهو قائم بانقلاب عسكري ما يجيش هذا راهو ما يجيش. شكون المعني؟ انا البارح قلت من الصباح قلت الان الدوله ومؤسساتها لازمها تتكلم. هو جزء من الغموض هذا مربوط راهو بالمفاوضات نتاع قرطاج 2 راهو وقت اللي تبدا ثم غموض وشكون يحكم تدخل كل الاشاعات الممكنه. البارحه التصريح نتاع السيد وزير الداخليه بن يابا نعتبره مهم ثبت منها اشياء لانه هو وزير والاخر وزير منها ما يجيش وزير ختم البلاد في وقت من الاوقات وبعدكش معناها يخرج بيلون اللي مس الشرف في كل الحالات في كل الحالات. اليوم انا نقول لي بلادنا ماشيه يا توانسة ما تخافوش حتى ما يخوفكم واليد اللي تتمتد للديمقراطية من الخارج ولا من الداخل راهي مش تتقص. نحن رانا اللي طيحنا بن علي يبقى مع ذلك على افتراض انه ثم بعض المؤشرات المسلك متاعها الطبيعي هو المسلك القضائي وهنا مهم جدا باش الحكومة الموضوع هذا ولا السيد رئيس الجمهورية وكذا باش يتكلم ويتمر التوانسة. واذا كان التحليل متاعي يضر غالط وثم ناس اللي عامله الشيء هذا خلينا ناخذ المسالك المعروفه في وضع نتاع دوله
ديمقراطية. في كل الحالات كما قلت نرجع للموضوع الرسمي أنه هذا يبقى ما يبقاش شكون يحكم وشكون ما يحكمش، رو هذا ما لازمش يتواصل، خاطر هذا اليوم القناة الإشاعة متاع انقلاب عسكري، غدوة نلقوا إشاعات متاع انقلابات، بعد غدوة نلقوا ثم مراكز متاع ضغط تتسرب لي في أخبار معينة، الأخرى في أخبار منها حتى نوت رئيس تسرب وقتش يجي هذا، وقتش يجي هاي الكارثة، يجي هذا في بداية موسم سياحي واعد يزينا بلا عبث. أنا حبيت حقيقة ننقلك إلى مجال آخر. الآن لجنة الحريات الفردية والمساواة أصدرت تقريرها، وجزء هام من الأنظار متوجه إلى حركة النهضة، كيف سيكون رد فعلها؟ أولا نحب نعرف رأيك الشخصي، وثم ثانيا البوصلة متاع حركة النهضة وين ماشي. على كل احنا أمس تنشر التقرير، وتقرير معناها طويل برشا، معناها يحتاج إلى نظر، وجهة نظر متاع الخاصة. تقرا سي عبد الحميد تقرا يتقرا انا قريت الحق داكور داكور مع تو بعد ما سالك على شنو موقفك انا لا هو خايف من ان واحد يهرب من الاجابه لا لا ما يسالش ما نهربش منه انا عبرت عن الموقف متاعي عندي مدة. التوانسه الان متقلقين في نمط الحكومه متاعهم وفي الموضوع معناها نتاع التنميه والاجنده نتاعهم مش واضحه. انا نقول اللي القضايا معناها نتاع الحريات الفرديه قضايا حقيقيه اكيده، لكن في تقدير الخاص اختيار التوقيت هذا نتاع النقاش نتاعها في الوضع هذايا انا اعتبره غير حكيم بالمره، غير حكيم مرة، لأنه مش تدخل فيها الاعتبارات الانتخابية والاعتبارات السياسية، أتخاف أنك تشوش على المقدمة نتاع النقاش. لكن احنا في حركة النهضة أكيد أنا مش منظر في المضمون، مش نعمل اللجان متاعنا، سنساهم في هذا الحوار معنا المجتمعي، وربما ثم أشياء لوقت اللي تبدأ عندك مادة دسمة وكبيرة ربما تقول لي ثم هذه عليها إجماع ولها التوافق خلينا نمشي ونحطها، وثم حوايج أخرى مازال تحتاج شوية وقت معنا باش تطيب. لكن نحب نثبته بالنسبة لنا من زاوية التايمينج في تقديري معنا الخاص ما كانش اختيار مناسب. أسئلة سريعة قبل عن زوز دقائق سي عبد الحميد الجلاسي، نقطة باسم حركة نداء تونس يقول الحكومة الحالية أصبحت حكومة نهضة، ماذا ترد على هكذا تصريح؟ باهي معناها يقصد الوزراء نتاعهم ولا نتاعنا؟ ممكن هكا كراء. على كل أنا في السجال السياسي معناها نقبل معناها كل شيء، نقبل لي فورمولا هو في قلب اللعبة يعني نقبل لي فورمولا هذه. هذا على كل فك التمهيد نتاع العودة للمفاوضات معناها قرطاج إلى آخره، ساعات واحد يصعد شوية يجيب فورمولا الضحك إلى آخره. على كل احنا هذه حكومة نحن شركة فيها الناس كل كير، اللي مش يصير غدوة الكل كير أنا مسؤولين عليه، إلا أن نقولوا ريما تمتش انتخابات في 2014 ونعاود نأكد الحزب اللي جاي الأول لازم يتصرف مقتدى حزب جلو. الغرسة اللي طوى وفرضية التحقيق مع لطفي براهم الآن يعني وزارة الداخلية أصبحت شنو مع طرق كل وزير يجي يتحاكم في ويصبح في بطاقة جلو؟ لا هنا خط يبدو فهم واش خطر على مستوى النظام الأمني. لا خليني فصل السيد لطفي براهم بريء، وزير خدم على روح راكم من المكاسب معناها نتاع غيره تم الإعفاء نتاعو. عندي أنا هذا سيفيسيال عندي أنا هذا ما بعد هذا اللي كي هي التخمينات، وأرجو أن يتم وضع نهاية لهاي إما في هذا الاتجاه أو ذا إن صح على الأمر. لا ما نجمش أليس سابقة أنه زوز وزراء معناتها يتم التحقيق معه اذا كان فما فرضيه نتاع انه فما اشتباه وتحقيق مع وزير المقال؟ عندي انا هذا يدل على حاجه ايجابيه، ان الاليات نتاع الديمقراطيه التونسيه قالت تشتغل، هذا اللي يهم. فمش كون يراها حاجه اخرى؟ لا بالنسبه لي هذا اللي يهم، الاليات نتاع الديمقراطيه التونسيه ما يكبر في عينها حتى حد، شريطه ان ما يكونش ثم انتقاء، سريت أنا يكون اجتمع سبات وتصفية وكل شيء، ويتم القبض على المتهمين. وهذا إضافة أن المرفق القضائي يخدم خدمته، الرأي العام والإعلام لازم يكون عنده دور نتاع رقابة لكي لا تقع انحرافات. لكن كما قلت بالنسبة للسيد لطفي براهم يعطي الصحة الخدمة اللي خدمها، عندي أنا مسؤول منا في الدولة عارفوا قالوا ما انا تم الاعفاء نتاعك التزم وانضبط وتصريح نتاعك فانت لا تحقيقات ما عدا هذا
مثلا شعقات. ايه قال غاز جريبي مش انا قلت له ايه. سامر في المعطيه هذيك. في الكلام اللي قالوا نيكولابو مش ايه. شكرا لك عبد الحميد الجلاسي قيم حركه الناس على حضورك معنا في الكابوتشينو. شكرا لك صاحبي الدين جورشي. تفضل نتقابل في موعد جديد. شاي طيبه للجميع. كابا فان الكلمه ليك.